السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أقول لك إن الكورة ما عند الاتحاد السعودي. شوف نسبة التصويبات في مباراة الأهلي ونسبة التصويبات النهاردة في مباراة التعاون، يعني نسبة كبيرة جدا والتصدي غريب جدا. تألق مندي، إدور مندي في مباراة الأهلي، تألق حارس مرمى التعاون ميسون النهاردة، يعني تألق كبير جدا، نسبة كور أكتر من اللي راحت على مندي بيصدها. الحراس المرمى في اشكاليه معاهم ومع نادي الاتحاد السنه دي. طبعا احنا عاوز اقول لك ان نونو سانتو محضر شنطته من قبل الماتش، من اسبوعين فاتوا محضر شنطته، لانه عارف ان ممكن يكون مصيره بعد النتيجه دي ان هو يمشي عن النادي، يرحل خلاص كده. في غضب جمهوري وغضب جماهيري عند نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد من النتائج الغير متوقعه او اللي هي مش مظبوطه. بس انا عاوز اقول لك ان الاتحاد بيأدي، الاتحاد بيلعب، والاتحاد النهارده في مباراته مع التعاون نازل تحت شعار لا للاستسلام، لا للاستسلام، وانا في موجود في المنافسه، ولكن هي التوفيق وعدم التوفيق. مش معنى ذلك ان التعاون ما لعبش، لا، التعاون لعب. التعاون شفنا موسو بارو يعني كورتين في العارضه، كاسترو بيشوط كره تصويبه يعني صاروخيه، لعب. يمكن شفنا التعاون بيتأخر في آخر ربع ساعة لأن نونو سانتو بيلعب بكل ضغوطه، بيعمل تغييرات، بيطلع حمد الله وينزل بشكل هجومي، يعني إيه، خلاص أكون أو لا أكون، بيلم أوراقه لأنه خلاص الراجل ما عندوش حل، ما عندوش يعني حاجة يفرط فيها. نسبة الفرص اللي ضايعة من الاتحاد كبيرة كبيرة، سواء في الدقيقة 19 من بداية المباراة والدقيقة 20، ثم هدف كريم بنزيما، ثم الكرة اللي دخلت من كريم بنزيما. طبعا يعني انا كنت بصلي وما شفتهاش، كنت بصلي المغرب وما شفتهاش، طبعا هصلي، هسيب الصلاه عشان الكره ما ينفعش، طبعا لازم نصلي ونؤدي امر ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انت بتشوف الكره معند الاتحاد السنه دي يا جماعه، الكره معند الاتحاد بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني ما تقوليش النهارده الاتحاد ما لعبش، الاتحاد لعب ولعب مباراه كبيره. التعاون لعب ولعب وعامل الاداء، لكن الاتحاد بيلعب وهو مستريح، التعاون بيلعب وهو مستريح. فريق محقق بالنسبه للارقام والاحصائيات هو انجاز بالنسبه له انجاز كتير كبير جدا. يعني ان انا في المركز الثاني في الوضع الحالي وعلى النصر السعودي وعلى الاتحاد وعلى الاهلي وعلى وعلى وعلى, وعلى, وعلى. فبالنسبه له الروح المعنويه اعلى بكتير جدا. الاتحاد بيلعب تحت ضغوط كبيره، الجمهور مش راضي عن النتائج، الاداره مش راضيه، المدير الفني بقول لك محضر شنطته. يعني دلوقتي اقول لك حاجه، نونو سانتو بيدور هيروح فين، بيدور له على شغلانه، لان الموضوع بالنسبه له بقى صعب جدا. يعني هيروح فين بقى الراجل ده؟ هشوف لي اي فرقه درجه تانية درجه ثالثه، هشوف لي دكانه يفتحها، اي حاجه بقى تاكل عيش.